أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك فتوى صدرت من بعض أهل العلم بجواز صرف الزكاة لجمعية تحفيظ القرآن، فهل هذا القول صحيح؟ لا أعرف وجهه، لا أعرف صحة هذا القول. تدريس القرآن هذا من أفعال الخير بلا شك، لكن الصدقة الزكاة الله هو الذي خصصها بهذه الثمانية فلا تخرج عنها، وإن أفتى من أفتى. نعم.